نعود من جديد لمتابعة الملف السياسي، ونعاود الاتصال بأستاذ العلوم السياسية دكتور عبد الحكيم خسرو الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. دكتور عبد الحكيم، كيف تقرؤون لقاء العبادي ونيجرفان بارزاني والشروط العشرة التي فرضتها بغداد للمصالحة؟ يعني بالتأكيد هناك تصريحات إعلامية، هذه التصريحات الإعلامية هي ليست بجديدة من قبل الحكومة الاتحادية، كانت تكرر دائما مطالبها فيما يتعلق بالتعامل مع إقليم كردستان. لكن في الأساس هناك لجان فنية، هذه اللجان الفنية قد توصلت إلى صيغ مشتركة لكيفية إدارة المطارات والمنافذ الحدودية وأيضا ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها. طبعا هذه اللجان المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ما زالت يعني قيد التشكيل، لكن على العموم هناك يعني هناك اتفاق تقريبا رؤية مشتركة حول تواجد المؤسسات الاتحادية في إقليم كردستان، وخاصة واللي كانت موجودة أصلا المتمثلة بالجنسية وبعض المؤسسات الأخرى التي تتعلق ب البنوك والمطارات. طبعا هذه كانت موجودة، لكن نعلم جيدا بأن مسألة قطع الرحلات وأيضا غلق المنافذ الحدودية كان لأهداف سياسية وليس وجود نقص فيما يتعلق بتواجد السلطات الاتحادية في هذه المناطق، لكن عموما هناك رؤية مشتركة، هناك حلول فنية، وهذه الحلول الفنية وفق الدستور ووفق وفقا للقانون، وأتصور بأن هناك انفتاح وأيضا رغبة دولية لحل هذه الإشكالية في هذه الفترة، وخاصة كما نعلم كان هناك شروط من صندوق النقد الدولي المرهون بضرورة التوافق مع إقليم كردستان وتحديد ميزانية إقليم كردستان، بحيث يتم تحديد آلية للتنمية الشاملة في العراق والدعم الدولي. دكتور بحديثكم عن الشروط، إلى أي مدى تظنون أن الجانب الكردي سيتنازل عن قضايا المعابر والنفط العالقة في المفاوضات؟ لا، المسألة ما في تنازل لا من الحكومة الاتحادية ولا من حكومة إقليم كردستان، المسألة لها علاقة ب الإطار الدستوري للتعامل مع هذه القضايا. مسألة المطارات كانت تحت إشراف سلطة الطيران المدني سابقا، وأيضا الآن عندما جاء الوفد إلى حكومة إقليم كردستان طبعا اطلعوا على كافة التفاصيل، لم يكن هناك نقص حقيقة في إشراف ورقابة السلطات الاتحادية على المطارات، ولكن كان هناك مطالب فيما يتعلق بربما الجوازات او تواجد بعض الموظفين الاتحاديين، وهذا امر يعني لا يعتبر اشكاليه باعتبار على سبيل المثال الجمارك اداره مشتركه بموجب الماده 114 من الدستور العراقي، وبالتالي يحق للموظفين الاتحاديين تواجد في المطارات وفي المنافذ الحدوديه. هذه لا تعتبر تنازلات انا في تصوري، ولكن وجود يعني إعادة هيكلة هذه المؤسسات وفقا للدستور العراقي والقوانين النافذة. نعم. لو ننتقل لموضوع آخر في كردستان ونتحدث عن الحركة الاحتجاجية هناك للموظفين الذين يطالبون برواتبهم، كيف أثرت هذه الحركة الاحتجاجية في إمكانية التوصل إلى حل بين بغداد وأربيل؟ يعني هذه الحركة كانت موجودة ليس الآن، السنة الماضية أيضا كان هناك احتجاج للمعلمين والموظفين وقبلها أيضا، لكن إمكانيات حكومة إقليم كردستان كانت محدودة فيما يتعلق بدفع الرواتب أو استقطاع نسبة من الرواتب على الرغم من استمرار دفع الرواتب، وبالتأكيد مسألة التعامل مع الحكومة الاتحادية والتواصل مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتصدير النفط وحل هذه الإشكالية، والتي تم قطع ميزانية إقليم كردستان منذ عام 2014، ونعلم جيدا بأنه الميزانية خصصت المقطوعة من إقليم كردستان خصصت بأغلبها للمناطق الجنوبية وأيضا للحرب على داعش، نعلم جيدا بأن
ميزانية المحافظات السنية أيضا سواء الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى، كل هذه المناطق لم تكن تحصل على الميزانية منذ عام 2014، وأيضا إقليم محافظات إقليم كردستان. يعني بالنتيجة الهدف الأساسي كان منه سياسي، لكن الآن نحن بصدد حالة أخرى، وهو لابد من التعامل مع هذه القضايا بشفافية وبتوافق بين كل الأطراف السياسية، وإعادة التنمية الشاملة في العراق حتى نتحول من مرحلة الحرب على داعش إلى مرحلة التنمية، باعتبار مرحلة التنمية أيضا حاجة إلى يعني العراق ستكون. دكتور عبد الحكيم، بحديثكم عن التوافق، يرى مراقبون أن العبادي استطاع تمهيد الطريق لنفسه من خلال الوصول لتوافق بعد إبعاد رئيس سلطات كردستان مسعود بارزاني عن المشهد، ما مدى صحة هذا الطرح؟ لا طبعا، يعني هناك استحقاقات قانونية ودستورية، كان هناك انتهاء ولاية رئيس الإقليم في الشهر 11 في 6/11/2017، وبالتالي دستوريا لم يستطيع الاستمرار، وكون لم يتم انتخاب رئيس اقليم جديد باعتبار انه تم تاجيل الانتخابات، وبالتالي تم توزيع صلاحيات رئيس الاقليم على الحكومه والبرلمان والسلطه القضائيه. يعني المساله لا ليس لها علاقه لا بشروط دوليه ولا بشروط داخليه، بل لها علاقه باستحقاقات قانونيه ودستوريه داخل اقليم كردستان. استاذ العلوم السياسيه دكتور عبد الحكيم خسرو، كنت معنا عبر الهاتف من أبيل.